ننتقل إلى الباب الأخير من تبويبات الإمام البخاري في كتاب الإجارة. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. هذا شيء واقعي في زماننا وفي الزمن السابق. من يذكر هذه الصورة؟ أحدهما على ماذا تعود؟ أحدهما على ماذا تعود؟ نعم، المؤجر والمستأجر. يعني شخص تأجر حانوتا، إيش يعني حانوتا؟ يعني دكان. وعندما تأجر الحانوت وكان العقد 10 سنوات، مات صاحب مين؟ الحانوت، أو هو نفسه إيش؟ مات. سواء المستأجر مات أو المؤجر، فبالتالي الورثة هل لهم أن يفسخوا العقد أم هذا العقد يستمر؟ فإذا هذه مسألة واقعية. من يعيد لنا صورة هذه المسألة الواقعية؟ أصابع جديدة، بدي أشعر إنه اللي أمامي بفهم علي، مش قاعد بشرح أنا للهوى. مين اللي ما رفع إصبعه يشرح لنا هذا التبويب؟ أي لا، تفضل. إذا كان هناك مؤجر ومستأجر بينهما عقد على أرض أو على أي شيء ومات أحدهما، فهل ينفسخ هذا العقد؟ هل يحل لأحد الورثة من هذين الطرفين أن يفسخ هذا العقد لأجل الموت؟ نعم، أحسنت. إذن هذه صورة واقعية. الإمام البخاري ذكر مثال الأرض، استأجر أرضا ليزرعها ثم مات صاحب الأرض، فهل الورثة يأتون إلى المستأجر يقول لا أخرج الآن مات أبي وانفسخ العقد، أو العكس مات المستأجر فجاء الورثة الأولاد يتابعوا زراعة هذه الأرض، هل لصاحب الأرض أن يقول للأولاد اذهبوا فأنا أجرت أباكم ولم أؤجركم؟ مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم.